عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووزير شؤون مجلس النواب رئيس بعثة الحج المستشار عمر مروان اجتماعا موسعا بأئمة الأوقاف المرافقين لبعثات الحج المختلفة لهذا العام. تم خلال الاجتماع التأكيد على التوعية بشعائر الحج والرد على أي أسئلة أو استفسارات وتقديم الخدمات التي تضمن للحجاج أداء المناسك بسهولة ويسر. إعداد واختيار أفضل الأئمة المرافقين لبعثة الحج هذا العام لتوعية ضيوف الرحمن بشعائر الحج خلال أداء المناسك ما يضمن تأديتها بشكل سليم فقهيا وشرعيا. أبرز ما جاء بالاجتماع المشترك لوزيري الأوقاف وشؤون مجلس النواب مع الأئمة. هناك بعثة تضم 60 إماما ستكون مع الحجاج في الفنادق والمناسك لتيسير شؤون الحج ولتكون في خدمتهم وما يحتاجون إليه من جوانب دعوية. نصائح وإرشادات لقاصد بيت الله الحرام للحج على شكل كتيبات أو مطويات توزع لكل حاج بمعرفة الأئمة المرافقين للبعثة. الغرض من هذه البعثة إن شاء الله رب العالمين التيسير على الحجاج والبحث عن الرخص لمن قامت بهم الأعذار، لا أن نبحث عنها حتى نقيمها، لا، من قامت به الأعذار هناك مقاصد حاجية، هناك مقاصد تحسينية، تم تعبئة السادة الأئمة الدعاء إن شاء الله المرافقين لهذه البعثة. العلماء وظيفتهم خدمة الناس من أجل الله سبحانه وتعالى، وإن هم يبينوا للناس ويحرصوا عليهم ويكونوا نماذج، الناس يعني تتأثر بعملهم وسلوكهم قبل قولهم. الأئمة يكونوا مسخرين في خدمة الحجاج وتيسير الأمر عليهم بما يتناسب معهم من الآراء وبما يتناسب مع أصحاب الأعذار من الآراء التيسيرية عليهم وعدم المشقة وعدم الخوض في المجادلة والسياسات. لأن الحج فريضة وجبت على من استطاع إليه سبيلا، فهنيئا لمن ارتضاه عز وجل ليكون ضيفا بجوار بيته العتيق. من منطلق الدور التوعوي لوزارة الأوقاف يأتي اجتماع وزيري الأوقاف وشؤون مجلس النواب رئيس بعثة الحج بالأئمة المرافقين للبعثة لهذا العام للتأكيد على الالتزام بأداء المهام العلمية والإرشاد الفقهي في ضوء ما ييسر على حجيج بيت الله أداء المناسك وعدم الخوض فيما يتعلق بالشأن السياسي لتكون عبادة خالصة رجاء القبول. من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وليد هيكل للتلفزيون المصري.